يا ميشو، يا جو حبيبي، ازيك يا يا كابتن حبيبي؟ مشير، منور صوتك ما الدنيا يا اختلفش يا ميشو والله. كابتن عبد الحميد، ازيك؟ منور الدنيا، كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليك حبيبي، مبروك رجوعك للنادي الاهلي وبيتك ربنا يخليك يا محترم امير، ربنا يخليك يا رب. وطبعا بمسي على جو حبيبي وصديق عمري في الملعب. حبيبي يا ميشو والله، انا لسه بحكي بقول ان مشير حنفي من 11 سنة وانت محافظ على مكانك. مساك. كم مره يا كابتن مشير ما رحتش الغداء؟ كنا في وقت من الاوقات سرج باكات بتاعت مصر كلها كانت في النادي الاهلي. اكيد انت عارف، ما كنتش تحافظ على مكانك هتقعد طبعا. بس أكيد. انت مشير ما شاء الله، يعني بص، جابوا سردباكات وجابوا مدافعين، من هو اساسي على طول. يجي اي مدرب يروح حاطط مشير وبعد كده يحط اي حد. لا ما شاء الله، قمه. ما شاء الله عليك والله. ربنا يخليك. وانت عشرتني طبعا. اولا كابتن عبد الحميد يوسف طبعا صديق عمري من مدرسه الكوره ومن ناشئين في النادي الاهلي، وتصعدنا مع بعضنا لغايه ما وصلنا انا هو فريق اول، وكان في صعوبه جدا طبعا اول ما صعدنا مع النادي الاهلي في ظل الجيل اللي كان معانا. ميشو كان معانا تامر حفني وجمال مساعد وعصام صلاح، يعني طلع معانا جيل. عارف انت بتكلم على المركز بتاعنا، يعني احنا مدافعين عانينا كتير جدا على ثباتنا وجودنا انا ويوسف طبعا في ظل وجود الكابتن محمود صالح والكابتن رابع ياسين وناس كتيره جدا في المركز ده، وبناء عليه كمان النادي الاهلي جاب جمال السيد وجاب الحديدي وجاب ابو الذهب وكمونه. فالحمد لله انا ويوسف كنا من فرقه واحده وطالعين، وثبتنا وجودنا وبقينا موجودين في كل الاجيال اللي طلعت دي. وطبعا يوسف زي ما بيحكي كده، احنا اولاد النادي الاهلي اساسا انا وجو. اكيد اكيد يا كابتن. طمنا عليك يا كابتن، طمنا عليك، حضرتك فين؟ طمن الناس عليك. والله انا موجود، ويوسف طبعا عارف ان انا كنت معاه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وقعدت حوالي 4 5 سنين ومسكت الاكاديميه سنتين، واعتذرت لان الاكاديميه طبعا يوسف عارف لكن ما مش طموحي، وانا موجود يعني النادي الاهلي بيتي، وفي اي وقت هيطلبني انا موجود ان شاء الله. يعني الفتره اللي جايه دي اقابل الكابتن زيزو والكابتن علاء عبد الصادق وابقى موجود يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حضرتك قيمه كمان، وقيمه كبيره كمان، ولعيب مخلص جدا، وحاجة كانت تشرف فعلا، واكيد تستحق يعني انك تكون متواجد. ولا يا كابتن يوسف؟ طبعا، يعني مشير من الشخصيات الوفية جدا للنادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نشوفه قريب كده يرجع لبيته النادي الاهلي ويخدم النادي الاهلي ان شاء الله في اي موقع. يعني ان شاء الله. يعني كابتن مشير، قول لي اصعب موقف قابلته، او يعني مش عايز اقول بقى ارخم بلغة الكورة، ارخم مساك قابلته في تاريخك كان مين؟ ارخم فرود قابلته؟ اسف. لا، هو الفراوده، ما يوسف عارف الفراوده كانوا كتير، بس طبعا كان في فراوده في الانديه كانت مستواهم عالي جدا، المهريين طبعا كان احمد العجوز وكان الكاس وفراوده كتير جدا، بس طبعا هم دولت عشان دولت المهريين، فكان الواحد بيلاقي صعوبه معاهم يعني. فانا واحد من ابناء النادي الاهلي اللي هم قعدوا حوالي 29 سنه في النادي، مراحل الناشئين كلها. قعدت 9 سنين في الفريق الاول، حصلت على 19 بطوله مع الـ مع الـ مع النادي الاهلي، وانا متواجد تحت امر النادي الاهلي في اي وقت يعني. ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله تشرف اي مكان انت فيه. قول لي طيب موقف تفتكره انت والكابتن يوسف. لا، مع يوسف طبعا ليا مواقف كتير انا وهو، بس انت عارف يوسف كان بيلعب باك شمال، وطبعا يوسف لما جه لعب في المساك كانت بالنسبه لنا منافسه شديده جدا انا ويوسف والحديدي وكان على الكابتن علاء عبد الصادي وكابتن جمال السيد بس كلهم بيلعبوا برجليهم اليمين، انا الوحيد اللي اشوى. فيوسف كان محظوظ لان هو كان في الوقت ده هو المدير الفني اللي بتيجي، فعايزين مساك يشتغل شمال، فهو الوحيد اللي اشول، فهو الوحيد اللي حاجز مكان. احنا كنا بنعاني كلنا، هم اربعه ينافسوا في اليمين وانا في الشمال. مفيش مره يا كابتن مشير قلت له امسك انت الفيرود ده؟ اللي ادى فيها يعني ثبت وجوده، وهو من اللعيبه المجتهد زينا يعني، احد ابناء النادي الاهلي المجتهدين اللي هم من قطاع الناشئين، تطرقوا فترات قطاع الناشئين كلها، وقدرنا انا وهو نثبت وجودنا من الجيل بتاعنا ان احنا نكمل لغايه انا عن نفسي كملت لغايه الاعتزال في النادي الاهلي، واعتزلت وانا عندي 29 سنه. اكيد اكيد. ذكريات مش محتاجه عايزه يعني يوم او يومين نحكي عنها. اكيد اكيد. الذكريات الجميله يعني مفيش موقف مثلا تفتكره كابتن يوسف قال لك خد انت مشير الفيرود ده
او انت لقيت الفيرويد تيلو قلت له خد انت جو الفيرويد ده ولا ما حصلش الكلام ده؟ لا كنت انا ويوسف طبعا فلعبنا فتره كتيره مع بعضينا وكنا منسجمين جدا مع بعضينا، بس هو طبعا كان بيمسك الفيرويد اللي هو الطويل يعني ما فيش خلاف لانه هو اطول مني في القامه، كنا متفاهمين انه هو يعني هو كان يمسك الفيرود القصير الشمال وهو كان هجومي كمان. أيوة. يعني العصر بتاعنا كلنا هجوميين. يعني هو سجل اهداف وانا سجلت اهداف، فما كانش فيه بالنسبه لنا ويوسف اي مشكله وما بنلعب مع بعضنا. كابتن مشير حنفي، يعني اكيد كل الناس عارفه مين هو مشير حنفي، اكيد كل الناس عارفه اخلاصك وفاءك نادي الاهلي، ان شاء الله ترجع النادي الاهلي تستحق كل خير. كابتن مشير شكرا جدا على هذه المداخله. عسل. جميل، هو شخصية طيبة. طيب. جدا ومن الناس الوفية يعني للنادي وشخصية جميلة بصراحة، طيب جدا وغلبان وابن حلال يعني. مفيش مرة قلت له خد انت مشير الفيرود ده؟ لا هو فعلا انا بقول لك لما كان يعني احنا النادي الاهلي لما كنا بنلعب كان في معظم فرق كتير بتلعب قصادنا بفيرود واحد يعني. فكان مشير هو اللي بيمسكه، انا كنت بزيد بقى. فهو حتى كان يعني اوقات يتضايق ان انا ايه لما بزيد ما برجعش بسرعه يعني، فيقول لي ما ترجع يعني انت سايبني انا والراجل قاعدين. زمان كنا بنلعب ثلاثه اما بالذات فتره التسعينات لعبنا ثلاثه ورا، فكان بيلعب ورانا بقى يا اما جمال السيد جه يا اما في سمير كمونه بس، فانا كنت بزيد بقى بحب اطلع هاجم وكده وانتوهات بقى وشوط وحاجات كده. انت كنت عصري بصراحه، انت كنت حاجه جميله والله بجد. الله يخليك.